ابني حبيبي. مالك يا ابني؟ ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ قول لي اجيب لك دكتور؟ مالك هنا بيوجعك؟ لا بقى. هنا بيوجعك؟ لا. طب قول لي يا حبيبي مالك؟ اتخبطت في شباك السرير؟ اتمزقت وانت بتتوه؟ لا يا بابا. حد ضايقك وانت نايم؟ لا يا بابا. اه يبقى كابوس، قلت لك 100 مره اتغطى كويس وانت نايم يا بابا. يبقى اتهويت وانت نايم صح يا بابا؟ ده حلم جميل يا بابا. اه عشان نايم بالنضاره، مش قلت لك اقلع؟ خلاص يا حبيبي انت صحيت، البسها بقى. اقلعها وانت نايم، البسها وانت صاحي، قول ورايا عشان ما تنساش. اقلعها وانا نايم، البسها وانا صاحي. اقلعها وانا نايم، البسها وانا صاحي. ايوه برافو عليك. بس يا حبيبي عارف اعمل لك ايه على الفطار النهارده؟ العجه اللي انت بتحبها. وعارف قللت لك الباب يا بابا؟ قللت البصل. ايوه حاضر. قللت الباب يا بابا. حاضر 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 يا ابني، بس انت ما تعصبش يا حبيبي. طيب 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 يلا على الباب. انت فاهم ان احنا لازقين ورا الباب؟ قلنا طيب حبيب قلبي. ايه يا ممس في ايه يا عم ابوك ده؟ مال ده مش طايق زوره. معلش اقعد افطر قبل ما اخش الحمام. ماشي. تمارينك على الزيتون يا ابني. البس البيض. طب ممكن اشرب؟ بق واحد. حاضر. كفايه. انا لحقت. ايه التلاقيح دي؟ ابا هيفطر مع ابني، تبقى لازمتها ايه الرزاله؟ يا عم ما تشوف ابوك يا عم. السم الهاري. عيال مش متربية تاخدش منهم غير طولة لسان وبس. يا بابا وطي صوتك، صاحب احد بره يا بابا. بلا وطي صوتي بلا زفت. تعالى يا بابا، انت دايما تحرجني قدام صحابي ليه يا بابا؟ عشان ما بتصاحبش حد محترم يا عيد. لو انت صاحبت حد محترم كنت احترمته غصب عني. بسرعة يا عيد، دي اشكال تعرفها؟ انا اوعى ما تتعبش انت نفسك. بابا انا هلعب. وانا ربنا خليني ليه؟ طب عشان اقلعك ولا بتسيب الزرار يا عيال. من هنا على الشغل على طول. طب. اليمين. ايوه سامعني يا عيد؟ خلص شغلك تيجي البيت فورا. حاضر يا بابا. ما تركنش مع اي حد من صحابك. حاضر يا بابا. ما تاكلش اكل الشارع. حاضر يا بابا. حد يقول لك دوق السيجاره دي؟ اوعى يا عيد ازعل منك. حاضر يا بابا. حد يقول لك والنبي يا ابني وصلني بالشنطه دي؟ تاخد منه الشنطه؟ اوعى تاخدها ولا تلمسها يا عيد. طب لو اداني غصب عني اعمل ايه؟ هاتها لي وانا اتصرف. حاضر يا بابا. البنطلون ده. لا يا بابا. روح يا عيد. دخلني على الفرن.